بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول المرسلين. في درس جديد من لوبتيك جيومتريك بارتيل دو كرونديسمون دان ميموارا سفيريك غاما من الموقع الأول للدراسة والجزاء قناة ياسر الرحمن الرحيم. أخي في الله ساعدنا بالاشتراك ولو بجيم ولو بتعليق على الفيديو، بارك الله فيك. نبدأ. نواصل في لو كرونديسمون لينيير، بالعربية هو التكبير الخطي للمرآة. هو نسبة هو بالعرب التكبير الخطي هو نسبة طول الصورة على طول الجسم، هو النسبة بين طول الصورة. حذاري هنا نقول طول الصورة وليس حذاري هنا نقول طول الصورة وطول الجسم وليس البعد بين الصورة وآس والجسم وآس. حذاري هو طول الصورة. نكمل عندك هنا لو غابور، هو بالتعريف الفرنسية لو غابور دو غروندور ديماج اي لوبجي. حذاري نقول طول الصورة. دوك نشوفو في الرسم، ها غاما تساوي ا فتحة بي فتحة على ا بي طول تاع الصورة على طول تاع لوبجي، ويساوي اس ا البعد بين اس و ليماج و اس و لوبجي، ويساوي البعد بين سي مركز الدائرة مع ا فتحة ومركز الدائرة سي ا. دوك نتعرفو شي هو، ها عندك هنا مثلا هذا هو الشيء، الشيء هذا هو ا بي، ها ا بي هو الطول من ا الى بي. ومثلا ليماج تاعو تكون هنا ا فتحة بي فتحة، فهمتوا طول هذا. عندكم طرق بعد تحسبوه بين ا و بي، مهم وك تحسبوه. ها الطول بين هذا تاع ليماج مثلا هذا كان 2 سنتيمتر وهذا 1 سنتيمتر، باش تحسب غاما هو 2 على 1. او ا و اس طول هذا على اس ا، من قادر يخرج لكم سالب ولا بين هنا يكون المركز هنا طول هذا لا طول هذا. هذا ما كان في لو كرونديسمون. وهنا نقولوا ها دوك راح نعرفوا وقتاه يكون سالب وقتاه يكون موجب. بس شو هنا كاما، شوف واش قالك. اذا كان غاما موجبا فان الصوره، اذا كان غاما موجبا فان الصوره تكون قائمه غير مقلوبه، واذا كان غاما سالبا فان الصوره تكون مقلوبه. شوف اذا قالك اذا كان غاما موجبا، تسمى غاما كي تحسبوه راهو موجب، واش معناتها الصوره تكون قائمه. تسمها اذا كان ا بي هاو سيستم اوبتيك ميموار تكون هاك ا بي قائمه، واذا كانت سالبه فانها تكون مقلوبه. اذا كان ها الجسم تاعك ا بي تكون مقلوبة لتحت ا بي، ها عفوا هنا ا هاو ا هنا بي هاو بي، واذا كانت العكس ها تكون هاي لوبجي تاعك ا عفوا بي ا تكون العكس ا بي ا او على لوكس يبقى هو بي اللي تبدل. هذا ما توفر لنا اليوم. دعاء سبحانك الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم والسلام عليكم.